لسه مكملين مع حضراتكم في هذه الجولة داخل المقر الجديد لوزارة الطيران المدني، ومعنا أحد الموظفين اللي هيكلمنا أكتر عن عمله طبعا وطبيعة مهامه وعن التجربة، تجربة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والمقر الجديد. برحب بيك ومبروك على الانتقال، بقالكم 7 شهور بس يعني. مظبوط يا فندم. مبروك. الله يخليك يا فندم. عرفنا عن نفسك وعن طبيعة عملك. محمد السيد عيد، باحث تنظيم وإدارة بالإدارة المركزية للموارد البشرية في وزارة الطيران المدني. طيب أنا عايزة أبدأ مع حضرتك عن البرامج التشاركية، لأنه هي أو من ضمن توجهات الدولة أن يكون في تشابك وترابط ما بين الهيئات والمؤسسات المختلفة علشان نسهل على الموظف وعلى الهيئة معلومات كتيرة جدا ما كانتش يمكن موجودة في المقر القديم، ولكن أصبحت موجودة وحضراتكم أخذتوا تدريبات على هذه البرامج. إيه هي البرامج التشاركية؟ تمام. برامج التشاركية دي يعتبر 3 برامج، منهم برنامج الموارد البشرية اللي احنا منوط بيه وبنشتغل عليه. كانت الأول الحياة الطبيعية داخل العمل الحكومي عن طريق ورق وملفات ودفاتر ومستندات. قدر البرنامج يخلص الكلام ده كله، بقى فيه سرعة أكتر في تلقي البيانات، خلى فيه تشارك ما بين المؤسسة أو الهيئة أو الوزارة والوزارات التانية داخل العاصمة الإدارية الجديدة، سهلت على الموظف حصوله على البيانات بسرعة فائقة جدا جدا جدا. ما بقاش فيه حاجة اسمها أتنقل من مكتب لمكتب علشان أقدر أحصل على البيان، لا، أنا ممكن وأنا قاعد على البرنامج أخد بيان في أقل من ثواني. طبعا ده عشان سرعة البرامج بتاعتنا داخل العاصمة الإدارية، قدرنا من خلالها نقدر نسترجع أي ملف كان بيحصل. كان حضرتك عارفة ده كان زمان عشان نقدر نجيب فايل نقدر ندور عليه، ممكن ياخد مننا وقت، شوية وقت بسيط، لكن برضو البرامج بقت أسرع بكتير، فأي وقت أحصل على البرنامج أحصل على الملف بتاعي بأسرع طريقة ممكن. البرامج التشاركية كمان من المفترض أنه حياة الموظف كلها بتبقى موجودة فيها، الأجازات، التقارير، في مراسلات كمان، يعني اشرح لنا أكتر. أول حاجة برنامج البث الموارد البشرية اللي احنا شغالين عليه دلوقتي داخل العاصمة الإدارية، خلانا نقدر نعرف حياة الموظف من وقت دخوله إلى حد خروجه المعاش. كان الموضوع الأول بيتحط في دفاتر ونقدر ندور على البيان، بناخد وقت شوية زي ما وضحت حضرتك، لكن دلوقتي الموظف داخل الموارد البشرية يقدر يعرف حياة الموظف كلها، سواء بقى من أول بطاقة شخصية بتاعته لحد الشهادات الحاصل عليها، الدورات اللي حاصل عليها، تقييماته، أهدافه اللي هيقدر يشتغل عليها اللي هو مضبوط إن هو مكلف بيها، تقييماته إيه، أجازاته. يقدر الموظف في خلال أقل من دقيقة يقدم أجازة للمدير بتاعه تترفع. كان الأول في دورة مستندية كبيرة شوية، أصبحت دلوقتي مقلصة في دور إن هو يقدم الطلب، يترفع، يتوافق عليه، ما توافقش عليه بسبب ظروف ما أو وقت طبقا للقانون وحالته ودراسته للموضوع يترفع لمدير مباشر يتوافق. فبقت فيه سرعة في التنفيذ عن زمان بكتير قوي. لو احنا هنتكلم ان هو موظف عايز يقدم طلب، كان الاول بيخش دورة مستندية ولجان، الكلام ده كله كان بيوفر، كان بياخد مننا وقت برضو كبير جدا وعبال ما الموظف يعرف ايه اللي تم في الطلب. دلوقتي لا، مجرد ان هو يقدم على الطلب يقدر يعرف الطلب واقف عند مين، بيشتغل فيه ايه، الاجراء اللي تم فيه، وهو قاعد في مكانه بيمارس عمله بطبيعه جدا يقدر يعرف النتيجه حصلت فيه بسرعه. ده ما كانش موجود قبل كده. لا طبعا ما كانش موجود. ودي طفره جديده داخل الموارد البشريه. طبعا الدول المتقدمه هي تستخدم هذه البرامج، البرامج زي ما اتقالنا في التدريبات يا فندم، احنا الحمد لله يعتبر من الدول المتقدمه اللي بتعتمد دلوقتي على برامج الموارد البشريه. وعندنا برنامج التاني اللي حضرتك ذكرتيه في الاول، التراسل. مظبوط يا فندم. كان الاول زي ما حضرتك عارفه الوقت بيبقى فيه كل حاجه ليها علاقه بالوقت. احنا كنا بناخد الورق بننقله من مكتب الى مكتب لدور الى دور وهنا لا ما بقاش فيه الكلام دلوقتي. برامج اللي هي التراسل الالكتروني بقت تخلي الموظف وهو قاعد في مكانه يقدر يبعتها لزميله اللي جنبه يرفعها لمديره، فدي بقى خلت حركة في يعني السرعة اكتر من الخيال من اللي احنا كنا بنعرف. مستقبل يليق بالجمهورية الجديدة اللي احنا دايما بنطمح اليها، السرعة والدقة والسهولة. مش بس كده، بنتكلم عن الكفاءة في كل حاجة والجودة في البنية التحتية وأيضا في العمالة والموظفين اللي اتدربوا على أعلى مستوى علشان يناسبوا ونليق طبعا بالجمهورية الجديدة. شكرا ليك، ولسه مكملين طبعا جولتنا الخاصة داخل المقر الجديد لوزارة الطيران المدني اللي يمكن يعني طفرة في كل حاجة، مش بس زي ما كنت بتقول طفرة خرافية، ولكنها طفرة نوعية. هنتعرف أكتر على المقر.